في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابطين اثنين وإصابة 29 آخرين بعضهم بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وبمقتل الضابطين يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 131 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة، وإلى 466 قتيلا منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر الماضي. هذا وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية قتل المحتجزين 3 بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وأرجعته للتقصير في معلومات استخباراتية للجنود بالميدان.